يا مساء الفل. الحقيقة انه البطولة في حد ذاتها بتكون نبعة من الانسان نفسه، وازاي بيقدر يضيف للحياة وازاي بيقدر يضيف للناس حواليه. احنا ارتبطنا اكتر بفكرة انه البطل لازم يبقى هيرو، لازم يبقى مشهور، لازم تبقى الناس كلها عارفاه، و سيبنا خالص فكرة انه عندنا ناس كتير قوي في حياتنا يطلق عليهم أبطال، ولكن أبطال عاديين، مش أبطال خارقين، مش أبطال شعبيين، ولكن هم أبطال في حياتهم، أبطال في عملهم، أبطال لأسرتهم، أبطال لمن يعملون معهم. هم أبطال وهم ليهم دور مؤثر كبير جدا جدا جدا. بس لما بنتكلم على الست وعلى بنت النيل بقى، بما اننا النهاردة في اول حلقة من برنامجنا بنت النيل، بيبقى دورها في جزء كبير جدا من التحدي. خليني اقول لكم وبدون تحيز، يعني انه الراجل بدوره وبطبيعته شغيل، بتاع شغل، بتاع مجهود، بتاع عمل، ربنا خلقه ودوره ان هو يجتهد ويعمل، وذات تكوين جسماني وذات تكوين ربنا خلقه بيه علشان يقدر يعمل ده ويقدر يستمر طول حياته وهو بيعمل ده دون تعب أو كلل. ولكن لما الست بتقرر إن هي يكون لها دور في المجتمع، بيبقى عندها عبئين أو جزئين من المسؤولية: الجزء الجهدي العمل والبدني، وجزء تاني ان هي بتتخلى عن جزء كبير جدا من فكرة ان هي لازم تبقى مرتاحة ولازم تبقى يعني عندها جزء كبير جدا من وقتها ما بتعملش فيه اي حاجة غير ان هي بتستمتع بكونها امرأة او بكونها ست. ولكن لما بيبقى عندنا ست بتنجح، هي معناه انه هي بتخوض معارك كتير جدا، بتخوض صراعات كتير جدا، سواء نفسية سواء بدنية سواء مجتمعية، علشان توصل للنتيجة اللي احنا بنشوفها في النهاية ونقول عليها كده ونرفع شعار ان الست دي فعلا ست ناجحة. احنا النهاردة معانا نموذج مهم جدا ونموذج محترم، نموذج اعتقد ان هو في شغله وفي عمله بالنسبة لزملائها وبالنسبة لمن يعملون معها، هي واحدة من أبطال المجتمع المعروفين في هذه الدائرة. أعتقد أن هي برضو والجزء الأهم والجزء الأولى والجزء اللي بيظهر فيه البطولة المخفية، اللي هو الجزء اليومي في بيتها، في ولادها وحبايبها واللي بيتعاملوا معاها، أعتقد أن هي ليها جزء كبير جدا كمان من هذه البطولة ومن الدور اللي بتلعبه بشكل كبير. تعالوا نتعرف النهاردة على أول بنت نيل معانا في برنامجنا بنت النيل في فقرتنا الأولى. أستاذ مساعد دكتور همسة عبد الوهاب فريد، استشاري معتمد المشكلات والعلاقات الأسرية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. الدور اللي بتقوم بيه الست عموما، واعتقد ان حضرتك يعني استشاري علاقات اسريه، وده يعني ده موضوع اصلا في حد ذاته مهم جدا وتخصص مهم جدا ان احنا نبدا بيه الحلقه. انا عايز اسالك سؤال الاول، شايفه ازاي الست اللي بتنجح، الست اللي الناس بتطلق عليها في النهايه بعد التعب انها ست ناجحه؟ شايفه ده من اول ازمه. الازمه بتولد، حضرتك قلت تقديم جميل قوي، البطولة لو اتقصدت انها تبقى بطولة مش هتبقى بطولة. صح. لكن لو هي اتولدت لوحدها من الأزمة، زي ما بيقولوا ولادة طبيعية، انت بتبقي مضطرة تحولي أزمتك لنجاح. ازاي؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب، ايا كانت الأزمة اللي ربنا حط الشخص فيها، مقصودة مش مقصودة، مين السبب، ده مش مهم بالنسبة لي. المهم ان انا اتعامل. المهم ان انا اتعامل. فجأة الست لقت نفسها معاها ولد وبنت ومضطرة تخليهم حاجة حلوة قوي زي ما اهلها خلوها،
تخليهم لهم مكان في المجتمع، مكان مرضي مش أي مكان، لأن هي ما تعودتش تبقى فاشلة. ففجأة بتلاقي نفسك ما بتفكريش إنك هتعملي شو، لأ أنت هتمشي في الضرب أو في الحياة، هتعملي اللي عليكي والمطلوب منك. مش مهم بقى ترتاحي، مش مهم هتنامي كام ساعة في اليوم، مش مهم مين وراكي هيسندك، أنت عارفة إن سندك ربنا سبحانه وتعالى. وتبدأي تحولي أزمتك دي لنجاح وأنت مش بصلها إنها أزمة، ولا حتى مهم مين هيقول عليا ايه خالص. لان انت لو هتستني رد فعل مش هتعملي اي فعل، هتتحركي كمان بالظبط كده. ففي لحظه سي انا مثلا بدات ازاي، انا كانت دراستي غير ده، وانا سعيده وببتسم قوي، وانت بتقولي استشاري علاقات اسريه على الرغم ان انا استاذ مساعد تكنولوجيا تعليم، وده التخصص اللي بدرسه في الكليه. انا بقولها كلمه بس انت شفتيها رحله، دي رحله رحله فعلا. انا خرجت من ازمه حياتي الشخصية بعد ما معايا الولد والبنت، كنت مضطرة أدرس علم نفس مع التكنولوجيا علشان أنا مضطرة أعمل لنفسي تخصص يعالج المشكلة اللي حصلت لي أيا كانت مين سبب فيه. بدأتي بنفسك بقى بالزبط. بدأتي الأول تشتغلي على نفسك. أنا تعودت أو يعني عيلتي ربوني إن أنا الحاجة اللي ما فهمش فيها ما أدخلش فيها. ليه؟ أؤمن بالتخصص وأهل التخصص. فإذا أنت اتوجهت للعلم هو التجارة الرابحة اللي ما بتخسرش. صحيح. بجد. ففعلا قررت في التوقيت الصح أني أعمل دمج ما بين علم النفس وما بين التكنولوجيا عشان هما العصر. اكتشفت في لحظة كانت حاسمة بالنسبة لي، اني لو انا مش دارسه النفس البشريه مش هعرف اتعامل مع بقيه البشر، لان مهم جدا ان يبقى عندي خبرات مؤهله عشان ادخل المجتمع وانا قويه. وبعدين انا يعني مثلا اذا انا دخلي مش هيقضي ان انا اعيش ولادي دول بصوره كريمه، لازم ادرس حاجه تانية عشان استخدمها لتوفير الصوره الكريمه دي. شوية بشوية لقيت نفسي بتدرب وبدخل حاجات من غير فلوس، حاجات لمجرد انك بتساعدي حد. وانا مؤمنة تماما ان الحاجة اللي انت بتوجهيها لعمل الخير ربنا بيردها لك اضعاف مضاعفة، وده حقيقي يعني. من مكاني ده او الفرصة اللي انت اديتها لي ان انا اقول ده، فعلا ما تدورش انت هتاخد ايه مقابل اللي هتديه، فهتلاقي نفسك بتدي عطاء مميز وربنا بيبعت لك حقك بالمظبوط، مش بالمظبوط بس، اكتر مما تتصور. عايز اسالك سؤال، شايفه ان انا يعني شايفه جواكي وفي عينيكي وانت بتحكي انه زي ما انت بتقولي كده في بعض المصطلحات ممكن تكون لا تعبر عن كم الجهد والتعب النفسي والتعب البدني وصراعات الحياه اليوميه وصراعات المجتمعيه وكل شيء مريتي بيه اللي احنا بنختزله في الاخر في ان دكتورة همسة بقت كذا او حققت نجاح في كذا. لكن خليني اسألك عن العطاء، والعطاء ده يعني يبان لبعض الناس انه عادي جهد كمان. يعني انا بدي فبتعب فده عبء عليا كبير جدا، لكن انا اعتقد ان انت عندك جزء كبير جدا من ان فكره ان انا لو ما بذلتش عطاء مش هبقى سعيده. بالظبط. لو ما اديتش مش هبقى سعيده، صح كده؟ عارفه حضرتك ان الجمله دي بنتي قالتها لي في يوم من الايام، مره كنت بقول انا مجهده قوي لان انا كان بيجي لي وقت من الاوقات بذاكر وبشتغل شغلتين او اكتر، وبذاكر مع أولادي أو ببقى موجودة وهم حد بيساعدهم في دروسهم لما بدأوا يخشوا في تخصص شوية، موجودة وأنا بودي وأجيب وبعمل، وفي نفس الوقت أنا أم ودكتورة، أو قبل ما أبقى دكتورة كنت بنام بالثلاث ساعات أو أربع ساعات في الأربع وعشرين ساعة. فمره بقول لبنتي، هي بقت مهندسه دلوقتي ما شاء الله بقول لها ايه، بقول لها نفسي ارتاح يا شيخ.
فقالت لي يا ماما انت لو ارتحتي تعي. ايوه وفعلا ايوه يعني انا بقيت احس ان انا مش بستحمل حتى لو حصل لي ظرف مرضي واخدت اجازه وبقيت قاعده في البيت بحس اني زهقت. انا اتعودت ابقى شغاله، ابقى بعمل حاجه مهمه، اعمل عطاء من نوع مميز اخرج بيه سواء لطلبه سواء لمراه معيله، لان ده شقه هنتكلم فيه انا وانتي باستفاضه، ساعدي حد تقفي جنب حد عشان يتخطى كمان. انا بعد ما تخطيت مرحله ان انا بسعى بس لان انا ابقى شاطره واتميز بعمل مجتمعي وفي علم وفي عمل، بدانا نلجا لجمعيات المراه المدعمه من التضامن الاجتماعي. بدانا نلجا للمبادرات اللي شغاله بتحتوي المراه المعيله. بدانا نلجا للمشروعات الصغيره اللي ممكن تؤهل الغريمات ان يسدوا دين عليهم. كل ده انت لقيتي نفسك متعودتي تعملي كذا حاجه في اليوم. فاليوم اللي ما فيهوش كل الحاجات دي انت بتحسي ان ما عشتهوش، ما عشت، ما جاش، لا ده في ملل كمان. وبقيتي تحسي ان هو ده الطبيعي بتاعك، مش مجهود واو الناس بتبص له ايه ده، هو انت ما بترتاحيش، هو انت بتنامي كام ساعه. السؤال ده يعني الحمد لله اتسالته كتير، بس يمكن احيانا انت بتختزني جزء من السعادة اللي بتحسيها بطعم النجاح بالعطاء ده، بالعطاء ده جزء كبير جدا. انت عارفه ان انا يعني انا حسيت ده، يعني كنت الاول برضو نفسي والدتي ترتاح ما تعملش حاجه خلاص، يعني بذلت جهد كبير جدا، وبدات فعلا اقتنع مؤخرا ان هي بجد بتتعب نفسيا وجسديا لو النهارده ما عملتش حاجه. لو اليوم عدى كده وما عملتش حاجه، لما كبرت انا بدات احس نفس الاحساس. فعشان كده بقول لك انه العطاء، فكره ان انت النهارده لازم تدي حاجه، كانك كده في اجنده في حياتك لازم تسجلي فيها النهارده الوقت والتاريخ واليوم انا عملت كذا. بس انت كمان عندك حاجه تانية مهمه جدا، بداتي بقى تطلعي بره دايره البيت. انا عارفه ان احنا لو قعدنا نتكلم حلقه واتنين وعشرة عن كم المجهود وكم البطوله بقى، خليني بما ان احنا النهارده بنتكلم عن البطوله اللي قمتي بيها في البيت جوه البيت، علشان ما شاء الله عندك مهندسه وعندك ايه تاني؟ مهندسه وفنان تشكيلي ما شاء الله، يعني عشان دول يطلعوا للمجتمع ويبقوا مؤثرين واكيد ناجحين في مجالهم واكيد واخدين جزء كبير جدا من الجانب النفسي الاصيل اللي انا شايفاه قدامي دلوقتي، اكيد بذلتي جهد كبير جدا جدا جدا. بس انت دلوقتي بتعملي ايه بقى؟ انت بتساعدي كمان الناس التانيين علشان ينجحوا او يمروا بنفس التجربه. هو انت الحمد لله يمكن ربنا رزقني برزق جميل قوي، التربيه والتنشئه السليمه من قبل اهلي، فالحمد لله حسيت ان هو ده واجبك. يعني كان بابايا ومامتي يقولوا دي مسؤوليتك، انت قررتي او وافقتي تجيبي عيال للمجتمع دول بتوعك، مش هترميهم بره الباب وتقولي مش بتوعي، لا بتوعي. فانا موافقه، موافقه يبقى ما اعملش نفسي بطله بقى، انا دلوقتي دي مسؤوليتي. لو بصينا او كل واحده بتعمل مسؤوليتها دي وما تحسسش حتى اولادها بالذنب ان انت انا مسؤوله عنك وانا عملت لكم، لا ما ينفعش اقول لهم كده. انا بعمل ده على الرحب والسعه، لان هي سبحان الله هي مركب ماشيه في البحر، ربنا هيعمل رزقها، ده المنطلق الصغير قوي. فالمركب دي ليها رزق، ليها مكافآت، ليها منح من ربنا، بتلاقي كده ربنا نور حته في 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 عينين ولادك، خلاها ان انا دعيت دعوه وهم في ثانوي، قلت يا رب يخشوا جامعات حكوميه عشان افضل محسساهم انه هم في ستيل في احلى حاجه. في الحمد لله ربنا خلى البنت والولد خلصوا جامعات حكوميه، أو أحمد في السنة النهائية الحمد لله بدأ يحط رجله على أول طريق الفن التشكيلي، بدأ يخش مسابقات، بدأ يفوز بحاجات الحمد لله. فدي حاجة جميلة. هم كمان تعبوا طبعا، أصل ابن الأزمة أو اللي اتربى من خلال انبثاق من ده، لو الأم ما كانتش محسساه إن أنت لازم تبقى حاجة حلوة
هو اصلا عايش في تحدي. احنا اصلا كويسين احنا احسن من غيرنا. فبدا هو كمان حاسس ان هو احنا بنعمل احسن حاجه في الدنيا ما شاء الله. فالحمد لله حسيت شويه ان هم ما بقوش محتاجيني عن قرب قوي. فيها ايه لو اساعد بقى الناس اللي هم شبهي، اي مراه معيله خارجه للمجتمع بس ما عندهاش الفرصه اللي ربنا اداها لي اللي هي العلم. هو ربنا اداني فرصه العلم او ان انا اتحطيت في الازمه المعينه دي في وقت محدد في حياتي ان انا اخرج وانا متعلمه للحياه او للمجتمع، ان انا اولادي يبقوا محتاجين ان انا اكون من ايه وزد معاهم. كان لازم المراه المعيله اللي خارجه ممكن مش مؤهله علميا خالص، بعضهم جهله خالص تماما، غير متعلمات، وبقى عندهم اسره يمكن اكبر من اسرتي، اصبحت ارمله، اصبحت مطلقه لاي سبب، مش هقول مين السبب. انا دلوقتي مش بحاسب حصل الطلاق ليه او حصل انها بقت ارمله ليه، ده قدر ربنا. هي بقت مسؤوله ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، بيختار المبتلين على فكره، ودي حاجه خلاص احنا اغلبنا بقينا مؤمنين بيها. ده الناس طبعا اللي متجهه لربنا طبعاً. او بتفكر شويه بتامل. لان اما تلاقي ام وتقول لك انا هشتغل زي الراجل بس عايزه حد يساعدني اقف على الطريق الصح. بدانا نتعاون كسيدات جمعيات مراه ان احنا نساعد، ويمكن حضرتك برضو انا مش بقول كده عشان احنا في برنامج بنت النيل وبس، لا يمكن الراجل سهل انه يخرج للشغل، اي شغل حلال هيجيب قرش، لكن المراه امتى هتقدر تبقى في المجتمع ومش متهانه او مش متعرضه لخطوره؟ انا وحضرتك فاهمينها خطوره ما تخلي سمعتها مش حلوه. طيب احنا عايزين نحطها في طريق سليم سوي، تاخد رزق حلال فيه وتعيش اسرتها. لا احنا اشترطنا في المساعدات دي اول مره، اول دفعه اقرضناهم قرض دون رد، تابعنا ان هي في اول مره تشغل عامله واحده تكون من نفس الظروف. طيب تاني سنه بعد ما المشروع نجح ادينا الدفعه التانيه وتابعنا تشغل اتنين، تالت سنه تشغل تلاته، اصبح عندها مشروع صغير بيكبر هي لوحدها بقى هتكمل، لان احنا ما خدناش القرض وما انتظرناش ارباح، فالارباح بقى عندها راس مال وبقى عندها هامش ربح تقدر تكبر بيه في السنه الرابعه. احساس جميل قوي طبعا انك تقعدي وسط سيدات جميلات جدا. انا بقول جميلات ليس شكلا فقط ولكن قلبا وقالبا. انا كنت لسه هقول لك حاجه مهمه جدا بقى، انه حتى يعني كلام دكتوره همسه يعني مش عارفه ده واصل على الشاشه ولا، بس هو واصلني انا عشان انا قاعده قدامك عيني في عينك. انا شايفه ان انت بتتكلمي بمنتهى الاحساس، التجربه واحساسك بالناس دي قد ايه. حتى وانت بتتكلمي عن الست الجميله، واحنا عارفين وده لا يخفى على اي انسان انه الست الجميله بيبقى عندها عبئين كمان، هي لازم تبقى قويه، متحمله للظروف، متحديه لكل الصراعات اللي هتلاقيها، لانه الست او المراه المعيله لو جمالها نسبي قليل شويه ما بتشوفش كم المتاعب والمصاعب اللي بتشوفه الست اللي فعلا يعني ربنا حباها بنسبه عاليه من الجمال، ممكن تكون نسبه عاليه جدا طبعا زي دكتوره همسه معانا. فيبقى عندها مليون صراع بتعيش فيه كل يوم، بالذات كمان لو كانت ست شريفه، ست عايزه تعيش بكرامتها وعايزه تعيش باصولها واصلها اللي اتربت عليه. فده بيضرب التحدي في 10-20 ضعف، صح؟ بالظبط بالظبط. انا عايزه اقول لحضرتك جزء من المراه المعيله اللي احنا دربناهم على المشروعات الصغيره، وده كان جزء كبير منه شرف ليا، عايزه اقول لحضرتك، لان انا قلت لهم يا جماعه احنا مش هندعم واحده عايزه تبيع وتشتري حاجات جاهزه وتاخد هامش ربح.
يمكن السجادة اللي في الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه ده مشغولات يدوية أو مشغولات نول من شغل يدوي السيدات طبعا في كرداسة وفي الحرانية والأماكن الجميلة دي. قلت لهم لو هنبدأ بمشروع في مشغولات على الملايات هتفصليها وهتعملي المشغولات والتطريز عليها لحد ما المرة الجاية نقدر نجيب لك مكان التطريز ومثلا مكان الطباعة، يبقى حضرتك هنا احتاجنا بنت او اتنين بتشتغل معاكي، يبقى انا هنا اعنت كام اسرة؟ تلاتة مش اتنين مش واحدة. طيب وهي روحت لاسرتها بايه؟ هتقولي طب انا ما بعرفش، بعد ما حضرتك بتشرحي لنا وبتمشي احنا ما بنعرفش نشغل الحاجات دي. قلت لها شوية بشوية هتعملي تجيبي جهاز صغير موبايل او تابلت او اي حاجة الكترونية بالقسط، بقسط معقول. الهيئة العربية للتصنيع مثلا كانت منزلة ده باسعار معقولة جدا. فبدأنا نقول لهم انا هحط لكم فيديوهات تتابعوا فيها طرق التشغيل اللي نفسيتكم هتميل ليها. يعني حضرتك مثلا في واحدة بتعرف تشتغل مشغولات يدوية، في واحدة بتعمل الشنط اللي بالجريد النخل، المشغولات اللي هي بتتحط كديكور، الخزف اللي قلنا السجاد كمثال، الملايات. احنا وقتها تبنينا 10 مشاريع، السنة اللي بعدها العشرة دول بقوا 15. شوية بشوية لقيتي انك بتعلميها مهارات تكنولوجيا. فوجئت رئيسة الجمعية الدكتورة إقبال السملوطي أستاذتي وأمي ورعية لأحد الجمعيات النسائية اللي هي داعمة للمجتمع، مش جمعيات تربح ولا أي حاجة خالص، بل هي بتعطي. إن أنا طبعا تخصصي الأصلي التكنولوجيا مع علم النفس ودراسة العلاقات الأسرية والمشكلات، فبدأنا قلنا هنعمل لهم جزء من التحول الرقمي اللي في وقتنا الراهن دلوقتي مبادرة من مبادرات الرئيس. عايزين نعلمهم الحد الأدنى من مهارات التكنولوجيا بحيث إذا عجزوا في جزء من التعلم أشغل فيديو على اليوتيوب، لا أعمل سيرش على جوجل، أعلمهم الحد الأدنى إن يكونوا فاهمين لغة العصر. ليه؟ محدش يضحك عليهم. طيب حاجة زي وقت جائحة كورونا اضطروا، كان في تسويق على الانترنت، دلوقتي بقى هو خلاص سمة العصر، ما بقاش حالة فردية، بقينا الناس دي بقت فاهمة بقى هو الأساس الانترنت. دلوقتي ما ينفعش حد يضحك عليها. الأول لو هي جاهلة في التعامل الإلكتروني ممكن حد يقول لها أنا هاخد أبيع لك وهرجع لك العائد وياخد الحاجة وما يرجعش. أنا أسفة المجتمع زي ما فيه الحلو فيه الوحش، وأعتقد هي دي الدنيا الوحش أكتر بالظبط طبعا. فأنا عايزة أقول إن طبعا ربنا معرفنا ده في كل الكتب السماوية إن إحنا في دنيا طبعا. مش في الجنة، والدنيا يعني احنا في اختبار يعني كمان مستمر. احنا بنساعدهم على اكسبهم مهارات التعامل كمان، التعامل والتعلم الذاتي، وان انا النهاردة كهمسة موجودة بدي او الجمعية ادتهم حاجة او المجتمع اداك حاجة كمنحة، بكرة مش موجود. شغالين يا دكتورة على الجانب المادي والجانب النفسي الاثنين مع بعض طبعا. صح كده؟ عشان كده اشترطت ان كل الزميلات اللي كانوا معانا في الرحلة الجميلة دي بتاعت المرأة المعيلة، ودي كانت شرف لينا، دي كانت من 2015 بدأناها، ان كلنا يا جماعة عايزين نبقى عندنا الحد الأدنى من التعامل والمهارات والطاقة، الطاقة الإيجابية العالية. ازاي أطرد الطاقة السلبية من الناس دي؟ ما تجيش واحدة بتعيط واسمح لها انها تفضل تعيط. انا خلاص وقعت، مش مشكلة اني وقعت، اقوم لازم اقوم وانفض هدومي واكمل طريقي ويبقى في بكرة. بكرة ده بتاع ربنا مش بتاعي، وبكرة ده انا مسؤولة كمان عن ناس تانيين، والاختبار مستمر لحد ما الحياة تنتهي.
طيب هي الرحلة عموما يعني رحلة المرأة المعيلة بتبقى كده بالظبط، بتطلع من بيت الأب والأم مسؤولة من، بتروح بيت الزوج مسؤولة من، بعد كده سواء كانت أرملة أو مطلقة بتبقى مسؤولة عن. فده بيبقى انتقال وتحدي وجزء كبير جدا من انه فكره، على فكره كتير من الستات كمان بتبقى في سن صغير جدا، فما بتبقاش فاهمه، ما بتبقاش عارفه هي المفروض تعمل ايه، المفروض تتعامل ازاي. جزء كبير جدا 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 من انوثتها وعمرها وجمالها وشبابها والحاجات اللي المفروض تعيشها لو كانت في ظروف تانية بتبدا تدوس عليه وتكمل علشان خاطر الحياه تمشي، وعلشان خاطر الناس اللي مربوطين في رقبتها دول ليهم كتير جدا من الحقوق اللي هي لازم تديها. على كل ان هي بتديهم الحقوق صح، لكن في هنا فرق كبير بقى جدا، وانا برضو حسيته في كلام حضرتك انه في فرق بين ان انا بدي وانا حابه وبدي مش، وان انا كل يوم بقول لكم انا بربيكم انا بصرف عليكم انا بتعب عشانكم انا تعبانه انا ضيعت عمري، انا شبابي فين، انا جمالي فين. على فكره الولاد كمان عايزين طول الوقت يشوفوا الام بالذات عن الاب، على فكره الأم بالنسبة لهم أنا عايزة طول الوقت أشوف أمي سعيدة ومبسوطة وفي صحة جيدة، ولو حاجة من دول حسيت إن هي فيها خلل هيبقى عندي مشكلة كبيرة جدا نفسية. بالظبط. طب الست بقى اللي بتعمل كده ليه؟ هي اوريدي بتتعب في الحياة اوريدي بتدي اوريدي هي أم عظيمة، بس هي عندها جانب نفسي ما تدربتش عليه، ما فهمتش إن هي لازم تحسس اللي قدامها إن أنا بدي ده بحب، وهي كمان تحسه علشان ما يبقاش مصطنع، او علشان ما يبقاش فيه جزء كبير من محسسه الشقاء بالمنن. انا بقى سؤالي ليكي، ازاي كل مرأة معيلة، كل مرأة خرجت من مرحلة مسؤولة من لمسؤولة عن، تعمل ده بحب؟ القناعة. عايزة اقول لحضرتك رقم واحد، يمكن تجربتي علمتني ان انا كده كده هعمل الشيء ده. أيوة. فما تعمله برضا أحسن ما تعمله بغصب. صح. فدايما أقول إيه، هو ربنا له حكمة، أنا اتحطيت في الموقف، يا إما هعمله وأنا متضررة ومغصوبة، فبالتالي هبتدي طاقتي السلبية تعلى، طاقة الألم، ما هو الألم بيدي طاقة سلبية، البكاء بيدي طاقة سلبية، ليه ما كنش مبتسمة؟ أنا عايزة أقول لحضرتك أغلب الناس اللي بيتعاملوا معايا في الشغل وما يعرفوش تفاصيل كتيرة عن حياتي يقول لك دي ما عندهاش مشاكل من الابتسامة. عيلتي اللي ربوني وتربيتي وتنشئتي الدينية ربوني عن الابتسامة في وجه أخيك صدقة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس هما وأكثرهم تبسما. فالابتسامة الجميلة دي بتحسس اللي حواليكي إنك أنت ما عندكيش هم. صح. ده بقى ميزة مرتين. ميزة انك انت هتحسسي اللي معاكي في البيت اللي هم رقم واحد واثنين لحد عشرة بالنسبة لك اولادك، ان هم انت سعيدة وانت بتعملي ده، بل بالعكس ان هم مش عارف. يا اولاد انا سعيدة بوجودكم في حياتي، ده انتوا نعمة كبيرة ربنا ادهاني ما ادهاش لناس تانية، الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاهم به اللي هي نقص الذرية وفضلني على كثير مما خلق. فما الابن أو البنت بيكبر على ده بيحس انك انت سعيدة بوجوده، ده انت فرحانة بيه، لا مش زعلانة انك اديتيله، انت بتجيبيله الطلب قبل ما هو يطلبه، هو ده واجبك اصل، هو وهو بيتفرج عليك وانت بتعملي ده، هيكبر ويبقى هو أسرة اما يتجوز ويخلف، فهيحسس ولاده بنفس رد الفعل. طبعا. طب الميزة التانية بتحسس المجتمع اللي حواليك انك قوية. احد الزملاء او الزميلات بتقول لي انت شخصيتك قوية كده ازاي، انت بتستحملي كل الحاجات اللي بتمري بيها ازاي، فقلت لها الحمد لله قناعة، ان ربنا اداني قناعة ان انا اللي انا فيه ده انا افضل من غيري، لو انت بصيت للي تحتك هتعرف كويس قوي انك ابتليت، بس ربنا اداك حل،
ما هو اللي اعطى الابتلاء وهو اللي بيعطي الحل طبعا، وانت ليك دور في التنفيذ ما قدره الله. فالاخرين اللي ما بيتقبلوش الابتلاء فبيبتدوا بيعملوا ده وهم متضررين، بتنعكس الطاقة السلبية على وجوههم، تختفي الابتسامة، بيبان الشخص ده في المجتمع ضعيف. لو هي مرأة بقى للأسف جميلة، وبقول للأسف ليه، أنا دايما كل المرأة المعيلة اللي بتعامل معاهم أقول لهم ما تيجوا نعتبر نفسنا رجالة، فيضحكوا يقولوا إزاي، هو احنا عندنا قوتهم ولا ستر المجتمع على الرجل بحاجات كتير؟ أقول لهم آه، عندنا أفضل منهم، عندنا الحنان اللي ربنا خلقه بالفطرة في قلوبنا، عندنا الرضا اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه معانا، بيعمل قوة مرنة. كل ده بيخليك شكلك قصاد الناس مبتسمة، فكل يخيل له الابتسامة دي انت مش شايله اهم حاجه، ده انت قويه وجامده ورجلك على ارض صلب مسنوده على حاجه. لدرجه البعض كان يطلع اشاعات، ده تلاقي قريبها فلان، ده تلاقي عندها واسطه كذا، يعني حسب ان هي قويه واثقه في نفسها. ايه ده ازاي؟ فالبعض يخيل له الكلام ده، فانت بتحسي ايه؟ الحمد لله انا مبسوطه إن الحمد لله داني ربنا ابتلاء وأصبحت بين الآخرين أقوى منه طبعا، والبعض منهم مستقر في حياته والتنشئة والحياة، وزي ما حضرتك قلتي مسؤولين منه. طب أنا عايز أسألك بس سؤال، أنا نفسي أكمل طبعا معاكي كتير، حابة أقعد أتكلم معاكي حابة كتير قوي قوي، بس للأسف إحنا مربوطين بوقت. بس انا عايز اسالك سؤال قبل ما 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 نختم، وهسالك سؤال تاني بس ده يهمني قوي دلوقتي. حاسه ان انت حققتي كل اللي انت كنت عايزه تعمليه، ولا اللي المفروض ان انت تعمليه؟ والله من فضل ورضا ربنا عليا انا حققت اكتر من اللي اتمناه. رقم واحد ان ربنا بارك لي في احمد وشيلي. رقم اتنين ان انا فعلا الحمد لله اثبتت نظرية واكدتها للاخرين، يمكن للطلاب بتوعي او الناس اللي اتدربت معايا، ناس جميلة جدا، سواء اللي اتدربوا تدريبات تأهيلية او تدريبات عامة او تدريبات منظمة مع قيادات، وكل الناس اللي انا اتعاملت معاهم ربنا ازادني بيهم علم وخبرة. فعايزه اقولك ساعات من رضا ربنا سبحانه وتعالى، كل رغم كل الضغوط والابتلاءات بيديكي اكتر من اللي انت تتمنيه. اعتقد انه حلمك دلوقتي بقى تخطى، حققتي حلمك انت الذاتي او الاسري او في المحيط بتاعك، تخطى دلوقتي فكره انه ينتقل للاخرين. هي تتمني ايه بقى لكل مرأة معيله؟ امنيه واحده، ان ليه لو حد فينا في ايده نوع من العلم او الخبره وجات له فرصة انه ينقل الخبرة دي لان شاء الله الواحد او اتنين او تلاتة عن قرب مني محتكة بيهم محتاجين يتحطوا على الطريق الصح عشان ما يروحوش للطريق الغلط، ليه ما عملش ده بسماحة نفس؟ حتى لو مش هاخد اجر وقتي، وبقول اجر وقتي لان يخيل للبعض انه لو ما خدش مقابل العمل ده فلوس خلاص هو كده ما خدش، لا يبقى ما يشتغلش. الأجر الغير وقتي اللي ربنا بيجيبه، ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة بيتصرف، بيبعت لك جهة تطلبك لعمل بأجر، فأنت خدت أجر مادي ودنيوي، في أجر ده غير أجر ربنا بقى طبعاً. اللي هناك طبعا. بس أنا عايزة أقعد أتكلم معاكي كتير قوي، بس احنا مضطرين نختم الفقرة علشان الوقت. اتمنى اتقابل معاكي تاني ونتكلم تاني، ويبقى عندك نجاحات تانية حققتيها وتقدري ان انت تنقليها لغيرك وتتكلمي عنها ان شاء الله. بشكرك جدا جدا على وجودك معايا استاذ مساعد دكتور همسة عبد الوهاب فريد، استشاري معتمد للمشكلات والعلاقات الاسرية. اشكرك، شكرا جزيلا يا حبيبتي. بعد الفاصل معانا بطلة تانية من بطلات المجتمع، عندها جزء كبير جدا من التحدي المجتمعي، وتحدي كمان هنعرفه وهنتكلم عنه بعد الفاصل. لسه مستمرين معاكم في بنت النيل، خليكم معانا.